الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس العشرون من كتاب الدرة البهية النظم الأجرمية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى باب النعت النعت إما رافع لمضمري يعود للمنعوت أو لمظهري فأول القسمين منه أتبعي منعوته من عشرة لأربعي في واحد من أوجه الإعراب في واحد من أوجه الإعراب من رفع أو خفض أو انتصاب كذا من الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفردي واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان ومثله أتى غلام سائلة نظم يا مركز وسائلة لكن كلمة وسائلة وطاء مربوضة ومثله أتى غلام سائلة زوجته عن دينها المحتاج له باب العطف وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله أن يعطف بالواو والفاء أو بالواو والفاء أو وأم وثم حتى وبل ولا ولكن أما فإما من بعد وإما كجاء زيد ثم عمرو أكرمي كجاء زيد ثم عمرو أكرمي زيدا وعمرا باللقاء والمطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر بسم الله وبعد عشر كيلا واتنا كتاب كي الدرة البهية النظم الأجرمية إعانك كوها العمريدي صومالي ويقاني وشيق اللي في مجعيسي نسبة ديسي مقالة عمريدي لدوه كسو جيدي وكتال لي مصر هذا كان باب النعت نعت باب كيسي هذا محل ومبحث باب كان دور مقعبوليه مروا حالة باب النعت عام بكويه وحاكل إلى باب الصفة لبضها مقعب إستقال مرصد حال علماء وقار وحيكم عن باب الوصف لكن باب الوصف مركي الوصف اللي يراه كله ماله اسمه فاعل وصف واليه اسمه مفعول وصف واليه مركي وصف هو هول بدنيها سو لكن سوى خاص هو باب النعت يا باب الصفة باب الوصف نه ويهي لكن الوصف كله ما النقط الوصف هو رب ما النقط باب كان كو يا باب كوحي يا باب العطف الليلة يا باب كوسيحي وباب التوكيد يا باب كوحي باب البدل أفرت توابع بالسكويرة توابع سير مشهور كتوابع وأفر ونعت عطف يا توكيد يا بدل علماء قار شنبا يكاد لغان سيدة كواكب الدرية ميت كشنا عطف كيوم بالله والله وكرقات عطف بيان أو لمبرة يا عطف نسق نون سين قاف نسق بفتح النون والسين نسق عطف بيان او لمبر لغد اي عطف نسق ولماذا قار مركه شنتاس توابع ذا نعتي عطف بيان او لمبر عطف نسق نسق او نون يسين يا قاف اي توكيد يا بدل اما اصل كو اجرومي يا عمري دي يكو حي توابع ذا هو افر ونعت عذف توكيد بدل متمم كرامتنا وحقوقها توابع وافروي غاية باو نعت مركي لجو مركا وحالها حال قاعدة توابع دو وذليه لما قاعدة ذا يين كالومي قاعدة وحاوي وحال ليرها التابع لا ينفرد بالحكم أما لا يفرد بالحكم تابع ما قاعدة حكم قوني على قولة التابع تابع لا ينفرد لمكل يبالي بالحكم لا ينفرد
أما لا يفرد له مكلي بالحكم بل يتبع ما قبله دائما بعده بل يتبع ما قبله دائما في الإعراب تابع وراعي مرك وحال التابع لا ينفرد بالحكم أما لا يفرد بالحكم التابع لا ينفرد بالحكم التابع لا يفرد بالحكم بل يتبع ما قبله دائما باب النعت النعت يا باب كي كان هذا محل ومبحث أن نعت لغة الوصف بعده نعت اللغة وحال التلمان وصف شيء بما هو فيه شيء إن لغت المامو وحاو كسوه واصطلاحا التابع وراع وكس التابع راع الذي كاس يتمم لما استرى متبوعه متبوعيس ببيان صفة صفة عدينا أو من صفات كم أو صفات ما يتعلق به وحاكو تعلق تلمامو ينكس النعت نعتي إما رافع إنو قته لمضمر مضمر مضمر كاسو مستتر قرصون مضمر كاسو يعود الله بنا للمنعوت منعوت وهو النعت الحقيقي وهذه كاس او مثلا مظهر انه ظاهر قلت اسم ظاهر او ضمير بارز نعت لبو قيب سما حقيقي هي السببي نعت لبو قيب سما حقيقي هي السببي سينكو كلا اوغاني ارتمدك القرآن كاتكو عرقتان هي اللغة العربية حقيقية بضن سببي وحيرو نعت السببي وحيرو أصلك حقيقي وكان الله عليما حكيما هذا حكيم نعت له والله عليم حكيم حكيم تاس خبر بعد خبر واتكد نعتنا واتكد إيكرت نعت مركز واتكد إيكتوا حقيقي محا إساق الله وقرت وحكا ضمبي مري يسوح وجدان له وقرسوي حكيم هو ويمكت هو اللي ماشي مكو قرنت مركا ميدكا القران كو اركي سوا حقيقي وحو غوتا ضمير قرصون سببي وسو واخ اسكيرو مركا نعتي لو قيب سما حقيقي هي السببي حقيقي هي السببي ميدكا بدل اي اصلكا وا حقيقي حقيقي انو يهم حان كو غرنا وحو غوتا يرفع ضميرا مستترا بعده ضمير قرصون ضمير يرفع وحوقتا ضميرا مستترا ضمير قرصون يعود الله تعالى للمرعوت نعت وحقيقي سبب وقيب سما أصلك وحقيق ميدك بضان أصلك وحقيقي سينكو قرنين يرفع ضميرا مستترا يرفع وحوقتا ضميرا ضمير مستترا قرصون ويعود الله بنا للمنعوت نعت يا منعون ذلك قارب كور إلى مصفية موصوفة نعت كذنب لوات المات جاء زيد العاقل العاقل ذنب يا تلمانت يا نعت الصفة زيد كانت تلمانت روحي لها وهي ومنعوت مارك الله بدن اسمي كهرة منعوت بله كان ذنب لوقس داينا ونعت واس صفة ديو النعت نعتي إما رافع إنو قته لمضمر ضمير ضمير كاسو مستتر قرصون ويعود الله بنا للمنعوت وهو النعت الحقيقي بعده ضمير كقته سيدة ذبا ضمير قرصون ونعتي حقيقي وهو الأصل وهو الكثير كاسا أصل وبضن أو أما سلم مظهر اسم ظاهر قته أو ضمير بارز أما ضمير مغضب بناكيا وهو النعت السببي وهو القليل كير ويكاس النعت نعتي إما رافع إنو قت لمضمر ضمير ضمير كاسو يعود الله بناي لمضمر ضمير إنو قت ضمير كاسو مستتر قرصون ضمير كاسو يعود الله بناي للمنعوت منعوت أو أمس لمظهر اسم ظاهر إنو قت كضمير كقت مستتر كوا حقيقي وكبدن أصل كان قت اسمي ظاهر كان ضمير كبارز كان ونعتي السبب وغير يكاس فأول القسمين أفير سهد فأول القسمين لبضى قيبة كهرة منه نعتي حال كمدها أتبع راعي منعوت ومنعوت كيس الراعي من عشرة طبعا حق اللي أربعين أفرك الراعي فأول القسمين لبضى قيب كهرة لبضى قيب كهرة حقيقي
ومنه من النعت نعت منه نعت يا حال وكم لها أتبع فعل أمر فاعلكم والضمير المستتر أنت عذو أتبع راعي عذو من عوته ومن عود كي سرع من عشرة تبان حاجات لأربع نفر كراع فيها نعت يا حقيقي وحال وحوق تاع الضمير المستتر صمة نعت يا حقيقي من عود كي سوك كهر ريا تبان أرمود واحد طبعاً يوأفر كراعة أفر أهرين بيسكر راعي أفر تقوم حي كسيو جيداً طبعاً واحد طبعاً طبعاً كحق وضم حي يسكر راعي أفر أفر تن حقيك ترسين كتلاداً طبعاً كا طبعاً كاس أفر كم دون بيسكر راعي مركة طبعاً كام حيهين أوجه الإعراب كي صدح راعها أوجه الإعراب كو قد يقرني هوصلك للمناسبة نعطيه اسم بس كيماد وخاص بالأسماء فعل كيماد حرف نوركي اسكبت دائسان أوجه الإعراب كي صدح رأها قد يقرني هوسري مدن بيسكر رأى كلمة هل مر مصورة قلبها إني قد انتهدنا قرني انتهدنا هوسري انت مدعي كرت وهم أوجه الإعراب كي صدح رأها مدن بيسكر رأى صدح رأى هل كقبها صدق هل سمعت نعفر ما لقاها معرفية نكيرانا ميدن بيسكر راعي معرفية نكيرو الله واق ميدن بيسكر راعي ما قايس وحالا قوة ضميها لها كالله ترناي أوجه الإعراب كي صدح لها وقود يقرني يهوصريقا ميدن بيسكر راعي ميتري أفر ما لقاها موقت معرفية نكيرانا ميدن بيسكر راعي ما قايس الله سمعت إفراد يفرعيه ولا قعبنا أما إفراد يتثنية جمع لكن نحوليه وحيكون كل مية إفراد يفرعيه إفراد ومفرد فرعيه لبضا كفر عمتين مثنية جمع الكوضة مفرد يمثنية جمع هل بيسكر راعي ما قاهز سادة مذكر يمؤنث نميد بيسكر راعي ما أفر أفر تنا يسكر راعي أفر تحقيق سودي ذا لكن طبعا طبعا كي عدنا هل أوجه الإعراب وصدح ورفع نصب خفض قد كرنك وصدح يسمى معرفية أنك يرى قدر إفراد يفرعي وصدح مفرد مثنى جمع قدر مذكر مؤنث قدر طوان سمى طوان كأفر هاي سكر راعين ما قرأ فأول القسمين اللي وضع قيب كهر منه من النعت نعتي حالو كمديها أتبع راعي منعوت ومنعوت كيس من عشرة طبعاً حقت لأربعين أفر كراعو طبعاً أهرين أفر هاي سكر راعين أفر ما كارب أبو فأول القسمين اللي بضع قيبات كورة واي فأول القسمين اللي بضع قيبات هذا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يا الرحيم ونعت نعت يوي هاي بسم الله إلهي ما يعيسان كب الله واتك تاكو سبب عليه الرحمن النحريس عام النحريس سنة عليه الرحيم النحريس خاص النحريس سنة نعتي أنا نعتي أول حقيق ما هي نخو قرن ضمير سير القرآن كان نعتي أول بدل محوي هاي حقيق وحنا كلام خو قرن وحوي قتاه ضمير قرصن عليه الرحمن النحريس تبنا هو الله هو ماشي مخو قرط ما ساسد كو أغانيس فأول القسمين اللي بضع قيبات كهر وحقيقي ويمينه من النعت النعتي حالو كمدياي أتبع راعي منعوت ومنعوت كيس الراعي من عشرة طبعا حقات لأربعين أفر كالراعي في واحد في واحد متك الراعي ومن أوجه الإعراب أوجه الإعراب كي كمل أوجه الإعراب كي صدح لها قدي وكرديقي وحسرق محويس كي بحيي راب راب إنها ولا جزم فيها في الأسماء أسماء من رميس عقلي في واحد متك الراعي هل مدون ومن أوجه الإعراب أوجه الإعراب كي صدح راعي قد سيقوس يشوه من رفع قد أو خفض هوصدق أو انتساب كردق صدح المدون هاي سكر راعي إن هل مرسك موضة راعي كراني صدح المدون هاي سكر راعي جاء زيد العاقل رأيت زيدا العاقل مرت بزيد العاقل في واحد من ذي سكر راعي هل ومن أوجه الإعراب أوجه الإعراب كي كمل
من رافعين حال ويا واحد حالين كرت واحد كان من رافعين قد حال ويا أو خفض هوسرق حال ويا أو انتساب كرق حال ويا هذيك الواد بيان إنه في واحد هل كراعي من وجوه الإعلام من رافعين ها إن من تمعاني بيانية كم تبعيضية بيانية واد قرنس ها طيب ابتدائية من تمعاني إذا وابضنت وحكم إذا ابتدائية بلو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ماشي لقب باللابي ليل مت مرة من تبعيضية منكم محايدين كم إذا الله سماء لا يعلمهن ينوغين كثير إن بضنوا من الناس ذاتك كم إذا ومنكم محايدين كم إذا مرة وحالي بيانيو ها من الذي كاسو يوسوس وسواسنا في صدور الناس معاكم ومن الجنة منك وحواسواسنا يكون بيانية الاعتاس مرة زايدة نعم قرآنك مرة زايدة الله ما أقول لك وحيس كمثال نحو يذي مكتب أسك ما جاءنا من بشير ولا نذير وكلك من بشير أي بشير بينا قرآنك زايد لمن لكن عربي من زايدة وكبر هذا في واحد هل كراعي ومن وجوه الإعرابي من رفع قد كراعي في واحد هل كراعي ومن وجوه الإعرابي وجوه الإعراب كي صدح لها ميت كاملة نعتي منعود كيس كراعي من رفع وجوه الإعراب قد أو خفض هوصدق أو انتساب كردق كذا سيدا سوكلا من الإفراد إفراد كي كراعي من الإفراد والضد ما هو تعالى هذا إسكادر هالكاس هالكاس إسكادر كذا سيدا سوكرا نعطيه من عودك من الإفراد مفرد ما إسكور راعي والضد أسوبود أما والضد إفراد واحد كسور جيد محوية مثنية جمع أما مفرد إسكور راعي أو مثنى أما جمع مضو كذا سيدا سوكرا من الإفراد مفرد ما إسكور راعي والضد إسكور راعي إفراد كوحي كسور جيد والتذكير اللبن ما إسكور راعي وديد له هذانا تذكيرك وحا كسورجه تذكير ما حا كسورجه ثاني سوددي وتعريف تعريف اسكر راعي معرفه اي وتنكير نكر النوا كذا سذا سو كلا من الافراد مفرد ما اسكر راعي وديد مفرد هوسو كا عبر كذا سذا سو كلا في واحد هل اسكر راعي من الافراد مفرد اما وديد مفرد كو وخي كسورجه مثنيه جمع وفي واحد اسكر راعي من التذكير مذكر وضد مذكر كويحي كسور جيد التعنيث وتعريف معرفة اسكر راعي وتنكير نكر النمو كذا سيداس وكلا من الإفراد مفرد نما اسكر راعي نعتي منعود كي وضد مفرد كويحي كسور جيد ومثنية جمع والتذكير لبن ما اسكر راعي مذكر النمو إيه وضد تذكير كويحي كسور جيد التعنيث وتعريف معرفة اسكر راعي معرفة نما اسكر راعي يو تنكير نكر نما منه كقولنا مثال المثال يتضح المقال بين عرب بالمثال تصال يتضح المقال أراهك عداتاب بالمثال يتضح المقال كقولنا أراهد أني أكلوي جاء وحايم الغلام ويلكي الغلام أضانكي لفظي عس غلام با ويلكوي مادة أضانكوي مادة لبضا جاء وحايم الغلام ويلكي ويلكي الفاضل فضلك بنا الفاضل وانعتي محقيقي ومسوى السبب حقيقي محامكو قال محوقتي ضمير الفاضل هو هو ماشي مكو قرات ما افرتي شيء بالعرطة جاء فعل ماضي ما من عرفات لا محله من العراق الغلام فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الفاضل ومحل الشاهد كي بعده ماشي وجدده وحيوية قانا نحو إليه محل الشاهد أما بيت القصيدة بيت القصيدة هدارك أما محل الشاهد أما محل المراد أما مربط الفرس وأجدده ماشي الله ضل هاو الفاضل ومرك ومحل الشاهد وأجدده ونعتي الفاضل ومرك وحدي صفة الغلام الفاضل نعت الغلام نعتي الصفة واسكم صفة الغلام وصفة المرفوع مرفوع الفاضل نعت الغلام ونعت المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وحال قهر ومرك فيره الغلام يا الفاضل أفر شيء نسكر عن وحديها الفاضل ونعتها
الغلام أو منعود كيساء وحوك راعي رافع قد سمو ذا قدنا أو جول عراق محايس كن راعي قد معرفية ناكيرانا محايس كن راعي معرفة الله وضع ألبي وطا الغلام الفاضل مفرد إيوه فرع عيه محايس كن راعي مفرد ما هالي هلو مذكر يا مؤنث محايس كن راعي مذكر وجاء وحايمي معه غلام كان لجير كيسا نسوة هوين هوين كاسو حوامل أورأة أستاذ سعيد بلغو بالهوين نسوة وندك وقالتان سوما وهوين حوامل بالليرة حوامل تون لمده سواتو محايف إنه وحال ويري قالت هندون مركي الله روين لنا قالت هندون وفاعل كنت ندكيه فعل سواء انت على قدر معه وجاء وحايم بالي معه مع الغلام وجاء وحايم معه مع الغلام ولا بس سؤال بقول من هلكم كجر لبا مد وحاوي نسوة صاها وين معه فعل كينا تألو ميل وجاءت لمده وجاء بالي قرآن كان وقت مد وقال نسوة بإله وقال نسوة وقالت نسوة ميامس وقال نسوة ما دام فاعلك يددقيها محا فعلك تأذى اللي وقده والسؤال والسؤال مدى لكن سهيبة هاي ستي وحاوي لو يدينا حوامل نسوة وجمع جمع التكسير والضمر تلماتينا وحوامل أنا تألومي لحوامل طن لمده هيا سوف تنضم بي تنضم بي سكوفير هو لا هيا هيا هدي والله نهاوة إن فاعلك ما دام تدقية فعل كما حتى اللي هو قد اوكي هذا بعض اللي بس هو قدرين سيلا يا سيلا وحللها هاي من ذا النسوة حوامل وما هي ما شاء الله صفة الصفة الخاصة بالنساء ضدك ما بحر هذا تلمام تضمر انقوني اطح يا ارقى هو صباح إنه هو حيوض ياشي وردي جلال نين واحد كاستقب سيبه لي إلا كسو جيدا لقبها يالي ياه نين نبكا استوابرا لكن محال وحي نين كسو جيدا فالا ماركا الصفة الخاصة بالنساء تلمانتو هدي الدمر قوني وطا تاو تانيث ومبار تاو تانيث واحد كحال دير بايا تلمانتنا وحيتها صفة خاصة بالنساء صادرت المرأة الحائض بعده الحائض تبنس المرأة الحائض إن الدم الحيض يو خاصية بالنساء هذا صفات خاصة بالنساء تا أم بها مركة تاوي ما شاء الله استاذ أحمد باشيري مد كلا إن ورد موجاء معه النسوة يا وقالت وقال النسوة ما شاء الله جمع تكسير كوحلو يقنا مجازي وتعنيث سيدة ضلع الشمس وضلع الشمس وما وقال نسوة هدي عربي إسكا أهان لها وقالت نسوة نوي بناتها وقال نسوة نوي بناتها قام الرجال قامت الرجال وابنا هدو جمع جمع تكسير نقول مجاز يو تأنيث بني مجاز يو تأنيث تأنيث يسوى بنات واي نسوة مفرد نمره مفرد من لفظها أمره مفرد كذو امرأته امرأتنا جمع ماله جمع عذو النسوة وكلاقات نسوة مفرد ماله من لفظها مفرد كذو امرأته ما تدونيس امرأتنا جمع ماله جمع عذو كان نسوة أو امرأتنا امرأات بجرت وجاء وحي مركا كوا جمع تكسيره تادي وحلو قد ومجازي تعنيث بلا جمع تكسير قال نسوة عربي أهان قالت نسوة وبناتي عربي أهان قا
قام الرجال قامت الرجال عربي أهان الله وضع بنا وجاء وحايمد معه مع الغلام ويل كان معيسى نسوة هوان هوام كاسو حوامل أور أبي طيب جاء فعل ماضي لهذا ما من عرفة لا محله من العرب مع ظرف مكان مع وشعر كدرتي مع هو مع لكن سكون كان ريبي دنا ذلك سوالي ضرورة الشعر مع ظرف مكان منصوب على ظرفه وعلامة نسيه فضحة ظاهرة في آخره مع مضاف له ومضاف إليه مبني على الضم في محل جر نسوة فاعل جاء فاعل كون فاعل جاء مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره حوامل محل الشاهد كبعدي بيت القصيدي مربط الفرس ومحل مراته وأجدده حوامل نعت نسوة صفة نسوة صفة هي نعت كيف كوفض واسكم حوامل صفة نسوة وصفة المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إنه يهم نعت حقيق محاكو قرني ضمير مستتر قدناي وجاء وحاين معه مع الغلام ويل كام عيسى نسوة هوين هوام كاسو حوامل أورا هي هوام هي كقولنا هذا الكيني ويجاء وحاين الغلام ويل كي باي مع أدونك ويل كي الفاضل فضلك بدنا هو وجاء وحاين معه غلام كام عيسى نسوة هوين هوان كاسو حوامل أورا رفعيه بيسكو راعي نعطيه منعوت ما هي يسكو كلوه راعي أفرتي شيء على قارها أفرت أوجو الإعراب ما هي يسكو راعي الرفع قد واي معرفية نكرة نكرة إن نسوة هوان بلي مكت نكرة مفرد إفراد إيه فرع مفرد إيه مثنية جمع محايس كرع جمع وجمع التكسير ها حوامل وجمع حامل ويذم طيب نسوة تنة وجمع امرأة لفظ اللهم هي كلا يذم مفرد مالا لفظ كذا مذكر إيه مؤنث محايس كرع مؤنث وددي وثاني القسمين كلا بعض ودي بدنيها فير هذا كان آد وفيرس كان نعت حقيقي بلا وكبلن وكاسل كا قران كا لغه هلو وي كا وبدين وثاني القسمين لبد قيبود كلبات كلبات كي اها سببغي وي مخونو غتا اسم ظاهر اما ضمير بارز وثاني القسمين لبد قيبود كلبات منه من النعت النعت حاله كميديه افريد كليير ولغي مفرد هنقض ولغي هدفير وجاء معه نسوة حوامل نعت حقيقي محوكي مدى مفرد مثنى جمع صمة السقك نعت السبب مبية ومفرد سق منعود كيسو هذا مثنى هالنقض الجمع وحدنا كمري السقو قال لكن السقك نعت السبب وينو مفرد نقض ولي وثاني القسمين اللي بدا قيبوت كلبات منه من النعت النعت حال وكمي هيوي أفرد كليان وإن جرى هبا الضريروية على منعوت منعوتك غير مفرد مفرد غيرك حال ويهي واي وفير سعر نعتي ودب ذي وثاني القسمين اللبضة قيبوت كاللبات والسببية منه من النعت النعت حال وكمي أفرد كليان لازمه بالإفراد بعده لازمه اللازم بالإفراد مفرد نمو لازمه اللازم بالإفراد مفرد اللازم ولقابة وإن جرى هبا الضرير وإن جرى هبا الصعد المنعوت منعوتك غير مفرد حالوي هاي فيري هاد وحالوي نعتو السبب هدو يورت اسم ظاهر هاقوتكو أما ضمير بارز إساق النعتي حقيقي ومراد كاكا وينو مفرد نقض منعود كأوراعي هل نقض ها مثنى هل نقض جمع مالك محادي نعتي هدو السببية وفرس منعود كي سوحو كراعي شنحة لحق واللبا نعتي هدو السببية منعود كي سمحو كراعي وحشان أهم حكم راعي الله بو.
شنطة محل أوجه الإعراب كي صدح هلم بكر راعي معرفية نكران هلم بيسكر راعي مفردية جمع اسكم الرعان مذكرية مؤنثنا اسكم الرعان أفهم محل الرواينة اسكم الرعان أوجه الإعراب وحق إعراب كحركات إيه معرفية نكرة بس وحكى لها شيء إساقر ولي مفرد هكو أهض إساقر ولي محوكو أهانا مفرد منعود كي سوحو كراع كرا أوجه الإعراب يا معرفية النكر لكن مفرد نما إسكو راع المعيان أما مفرد كان هو مفرد منعود كم مثنى النقان كرا جمع والنقان كرا مذكر يا مؤنث إسكو راع المعيان وثاني القسمين اللي بدأ قيبوت كاللبات منه من النعت النعتية حاله كمديها أفرد كلية لازم بالإفراد إفراد اللازم وإن جراها بالضريرة المنعود منعود كي غير مفرد المفرد غير كي حالويا وثاني القسمين لبضا قيبوت كاللبضا ونعتي سويا أفريد كليا منه من النعتي النعتي حالو كمليا وإن جراها بالضريرة المنعوت منعوت غير مفرد المفرد غير كي حالويا واجعله يا هو ثاني القسمين كيو ونعتي سويا حدات سوى قابسنا وحادي واجعل يا هو نعتي سويا في تعنيذ تعنيذك والتذكير تذكيرك مضابقا حال يهمي الدبوله للمظهر اسمه ظاهر كالمذكور لا شيء قداشيس غير هذا طن هذا كلام غير نعتي السبب يا محوق تاع اسم ظاهر سماه اما ضمير بارز اسم ظاهر وعاق ويا هلا نعتي السبب منعود كي سمحي اسكرها عن لا بعرف كير وحشان حالها محي اسكرها عن لبأ أوجه الإعرابية معرفية نكرة محوقة اسم ظاهر اسم قدن اسم يا ظاهر كأي اسكرها عنها مذكر يا مثنى مذكر يا مؤنث اسم يا أوجتي وكرها سو سو اسم مقدن سو هرت محله لازم مفرد سوما حاجة اسم ظاهر اسم قدن أو كذا اسمي أكدم بيو كرة عام مذكرني ما لبني مو اسمي أكدم بيو كرة عام مؤنثني ما لدي اسمي أكدم بي لكن نعتي حقيقي اسمي أكدم بيو ميالفيرنا إنه هو قرصورة موك كان يساقى اسمي أكدم بيو قدنا هي ظاهر كا أما ضمير بارز ومغضوة إيه أيو حكرة عام تذكيري التعنيث ككهر رأي منعوت كان محوك الرعاة أوجه الإعرابي معرفية نكر ما قال وانا ما تقول يا أما مفرد وما شاء أما مفرد إساق ولي والمفرد سوى لي محو النقرة مفرد مركب مفرد كمرعه ككدم بي مفرد كمرعه ككهر رأي ككدم بينا وحن نقول كرام مثنى ككهر رينا مثنى ككدم بين جمع ككهر رين جمع يسوى مفرد هل كانوا كوفا لياسو ما فهم لكن لبضا كهر ريس مذو حكور راعي وجه الإعرابي معرفية نكرة ومنعوتك ومنك قصد كان كدم بين يسوى قتين محوك الرعا مذكرية مؤنث مذو مداسو كهلا وحوير وجعليا هو نعتي سببها في التعنيث التعنيث إيه والتذكير التذكيرك مضابقا حال يهمي الدبولها ومضابقا حال يهمي الوافقها للمظهر اسمي ظاهر كالمذكور إلا شيء فيما بعد وسيء قداشي سلاش مثال هو كان مثال تساليس قد جاء وحايم حرتان لبها وين وحرأ لبها وين وحرأ قد جاء وحايم حرتان لبا هويني لبا هوين لبا دمر او حر حرتان كاسو منطلق اوتغي زوجاهما لبدودين العبداني اضامها مراد كو حرتان يا منطلق فيرهد حرتان محاوى سو مثنى مح والف لو زيدان او كلمه ومثنى الف لو منطلق نمحيه مفرد مارك ما يسكون راعين ها مدك لو حرتان
ومؤنث وادد منطلق نمحوية ومذكر وحلب أو لابن ماذي وحكور راعي زوجاهما لوضع من لوضع هذا النقضي لكن وحيس كور راعيه لابن ما فهم السيئة لكن وحالة رأينه مفرد كاولي جاء حرة تاني منطلقاني لما ديك منطلقاني هذين نقطها كي كلي هذه سنعتي حقيقية ما فهم قد جاء وحايم حرة تاني لبها ويني أحرة لبض دمر وحرة حرة تان كاسو منطلق أوتقي زوجاهما لبضوذن العبداني الضوم لها قد حرف التحقيق جاء فعل ماضي من على الفتح لا محل من العرب حرة تاني فاعل جاء مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد منطلق وحاديه منطلق ومحل شاهد بيت القصيدين مربض الفرس منطلق صفة حرتان بعده صفة حرتان وصفة المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر منطلق حرتان حيث كره على بعض مذ وأوجه الإعراب هو وذ قذيه حرتان وقذنت ألف بيكون قذنت ومثنى منطلق نقود كي بابا كمو وحيك الله يسكر على نكره لبها وين يحرم بال منطلق نعلم وتوار تاسانا ونكره قد جاء وحيم حرتان لبها وين يحر حرتان كاسو منطلق نوتي زوجاهما لبضوض النباتي العبداني عضمها ومنطلق زوجاهما إذا قدت وحين يسكر راعين تذكير كاللب النماذ قد جاء وحايم حرتان لبها وين يحر حرتان كاسو منطلق نوتي زوجاهما لبضوض إن العبداني عضمها ومثل مثال كاوحا لمد أتى وحايم غلام عضم أدون كاسو سائلة أي ويديني سال غيرها سائلة أي ويديني زوجته حاس كيسا وحي ويديني سال عن دينها دين كين الصحيح هو بفتح الدال عن دينها وصويك غار بعد عن دينها دين كين عن دينها بلا عن دينها مين كرني مصر دين كاسر أذكر قبل كاسر بعض النسخ عن دينها عن دينها بعض عن دينها دين كذي دين كي المحتاج له الله بحر مركع أتى فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذر غلام فاعل أتى مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر سائلة ومحل شاهد سائلة صفة غلام وصفة المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر سائلة يا غلام محايس كرها عين لا بعرنه أوجه الإعراب هي النكر لكن غلام ومذكر سائلة محايت وأنا سمار لكن اسمي أي قديم وحي كرها على تعنيث زوجته حاسس اسمي أي قديم زوجته محايس كرها عين تعنيث يدوى مفرد كبير لكن تاقنان ولي ومثل وحال من المثال كان أتى وحايم غلام أضون أضون كاسو سائلة أي ويدينيس زوجته حاسكيسا وحي ويدينيس عن دينها دين كذي المحتاج له الله بحرا ومثل أتى وحايم غلام أضون أضون كاسو سائلة أي ويدينيس زوجته حاسكيسا عن دينها دين كذي دينك المحتاج له الله بحرا سائلة توي مراد ونعت السبب من عودك سغلام وحكر راعي أوجه الإعراب وحكر كر راعي النكر اسمي أوجتين وحكر راعي تعنيث اسمي أوجتو زوجته تعنيث بيس كر راعي منطلق أن اسمي أوجتو زوجاهما مذكرني مكر راعي أما نعت السبب ومفرد مركز ومثله حالا إذا أتى وحايم غلام أضون كاسو سائلة أي ويدينيس زوجته حاسكيس عن دينها دينك المحتاج له الله بحرا باب العثو أسكير